عن السيرورة الثقافية والمعرفة سواء الوطنية أو الدولية، ولأجل ذلك نهزت طرائق. ويأتي هذا النشاط تكريسا للتوجه البيداغوجي والعلمي الذي نهجته المدرسة منذ أن فتحت. نلتقي اليوم لافتتاح أشغال مؤتمر دولي حول الترجمة والتنوع، تحديات لسانية وهوياتية وإعلامية طبعة الحال في زمن العولمة، والترجمة في هذه المرحلة دقيقة من تاريخ البشرية في الحقيقة تتطلب منا الآن أن نأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتحولات العميقة التي تعرفها التقنيات الجديدة، خاصة الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي في الحقيقة هو له إيجابيات كثيرة ولكن يحمل في طياته سلبيات، ولكننا مطالبين بالتأقلم مع هذه المستجدات لكي نستطيع إعطاء نفس جديد لمؤسستنا وتكوين جيد ورصين لطلبتنا، وبطبعة الحال لتطوير الترجمة في مؤسستنا ومن خلالها في مجتمعنا، لكي يتخرج طلبة يعني متمرسين ولهم مرارات مختلفة تجعلهم قادرين على شق الطريق لدخول سوق الشغل، وهذا ما نتمناه. بطبيعة الحال هذا المؤتمر يجمع طاقات من مختلف الجامعات المغربية وكذلك الجامعات الدولية، ومما لا شك فيه أن أشغاله ستكون مفيدة جدا لتقديم مقاربات جديدة حول الترجمة وانعكاسات تحولات تقنية والإبستيمولوجيا فيما يتعلق بموقع الترجمة وإكراهاتها وكذلك تحدياتها. وأعتقد جازما أننا بعد هذه الندوة سنستطيع الخروج بخلاصات قد تكون جد مفيدة بالنسبة ليس لنا فحسب ولكن بالنسبة للجامعات الأخرى سواء وطنيا أو دوليا. لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا كنتواجدوا اليوم في مدرسة الملك فهد للترجمة من أجل واحد المؤتمر حول الترجمة فعلا، بحيث كيفما كتعرفوا الترجمة كتعتبر وسيلة لتبادل أولا اللغات، تبادل ثقافات بين الأمم والمجتمعات، ودائما كانت الترجمة واحد كتعتبر كوسيلة لنقل المعلومات من حضارة لحضارة، وبالتالي لابد من الاعتناء ديالها خصوصا في الظروف اللي بدات الذكاء الاصطناعي كيمكن له يقوم بالدور ديال الترجمة الفورية والترجمة عن بعد، لكن لابد كيبقى المترجم الدور ديالو ضروري، بحيث أن هناك بعض الأحاسيس، هناك بعض المسائل اللي ميمكنش الآلة ترجمها، وبالتالي لابد الأخذ مع الاعتبار ما بين الجانب التقني اللي هو الذكاء الاصطناعي والجانب الثقافي اللي هو المترجم. فيما يخص جامعة الملك سعد، الجامعة كتعتني بهذه المدرسة بالدور ديالها اللي كتقوم على الصعيد ديال الجهة، كيفما كتعرفوا جهة طنجة تطوان الحسيمة اللي كتوجد فيها الجامعة هي كتعتبر ثاني قطب اقتصادي في المملكة، وكيجلب واحد العدد ديال المستثمرين، واحد العدد ديال المصانع، واحد العدد ديال المحلات اللي هي ضرورية للاقتصاد ديال البلاد، وهاد الاستثمار هذا كيحتاج لواحد المثقفين، واحد المترجمين اللي يمكن لهم يقوموا بهذا الدور. وجامعة عبد الملك سعدي كتعمل جادة من أجل يعني القيام بهذا الدور هذا، باش تكون هاد الجهة تلعب الدور ديالها على الصعيد ديال الملكي. كيف ما كتعرفوا سيدنا لانسرو عنده واحد المكانه خاصه جهه طنجه تطوان الحسيمه، بحيث ان كاين اعتناء خاص، وبالتالي لابد باش الجامعه تقوم بهذا الدور هذا وهذه المواكبه هذه، باش يمكن الجهه ولا المملكه ككل تمشي في اتجاه ديال التقدم ان شاء الله لهذا البلاد العزيز اللي كنبغيوه كاملين. وشكرا. شكرا جزيلا استاذ بارك الله. لا يسعني الا ان اشكر كذلك اللجنه المنظمه أساتذة وطلبة، وأطلب منكم التصفيق على الطلبة المقاربين.
هذا المؤتمر هو مؤتمر عالمي عنده طابع علمي محض، وهذا المؤتمر يعني يشارك فيه عدد يعني كبير من الخبراء في مجال الترجمة والتواصل، وقد نظم هذا المؤتمر بشركة مع الشبكة الدولية للترجمة والتواصل ميميتا بإيطاليا، في يعني بالضبط بمدينة باليرم الإيطالية. الهدف من هذا المؤتمر هو الالتقاء بمجال الترجمة، ترجمة التنوع، وبطبيعة الحال بغرض المساهمة في مواجهة كل أشكال التطرف. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.